بقياده طبعا او تحت رعايه الدكتور احمد عبد العزيز. طبعا النادي الاهلي طبعا بيآزر كل النادي الاهلي بيآزر محمود متولي، لان طبعا الاصابه حصلت في مباراه اسوان اللي فاتت وانتهت بفوز الاهلي 3-0، والنادي طبعا يعني بيآزر من خلال حسابات المختلفه على منصات السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك محمود متولي، وقال ما بين قوسين ان شاء الله لمحمود متولي ستعود اقوى مما كنت، ستعود مقاتل فوق ارض الملعب زي ما عهدناك. الجميع هنا بيتمنى طبعا كل الشفاء العاجل لمحمود متولي اللي اخضع النهارده كان تحت الجراحه لجراحه الرباط الصليبي بمعرفه زي ما قلنا الدكتور احمد عبد العزيز، بعد ما طبعا اكدت الاشاعه اصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي اثناء طبعا مشاركته في مباراه اسوان. اللي بيتابع كويس قوي صفحات السوشيال ميديا، صفحات النادي الاهلي، ويشوف قد ايه الجماهير بتقف في صف وخلف محمود متولي وغيرهم طبعا من اللعيبه، يعني كلهم ربنا يشفيهم، لكن قد ايه الناس يعني بتلتف حوالين محمود متولي في اللحظه اللي بنكلم حضراتكم فيها. انا لو بلعب وحصل لي يعني او اتحطيت في نفس الموقف ده هكون يعني ده بيديني دفعه وبيرفع معنوياتي وبيديني امل وبيخليني يعني شد على ما فيش شك ان يعني حب الناس طبعا كبير جدا لمحمود متولي، وخاصه زي ما قلت لك امبارح الفترات الاولى من الاصابه وانها اصابه كبيره جدا، اصابه رباط صليبي بتاخد وقت اكتر من صعب قوي صح اكتر من 7-8 شهور عشان يرجع، فبتبقى صدمه كبيره جدا طبعاً للجماهير وللاعب. فاللاعب في الجزئيه دي فعلا بيحس بحب الجماهير، بيحب كمان زمايله، الاداره، وده شيء مهم جدا اذا كان مدرب او اداره او مسؤول. طبعا كلنا بنآزر محمود متولي وبنقول له هنا من قناه النادي الاهلي ومن البيت الكبير الف سلامه، وزي ما النادي الاهلي قال ستعود مقاتل كما كنت يا محمود، وان شاء الله كل التوفيق والشفاء العاجل باذن الله. طيب زي ما حضراتكم عارفين انه اتحاد الكوره النهارده المسابقه